أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، عنوان هذه الكلمة المتواضعة: أغثنا يا غيات المستغيثين. معشر الإخوة والأخوات، كما تعيشون وكما ترون، نعيش شدة عظيمة بسبب انحباس المطر وما صاحب ذلك من غلاء فاحش وأسقام متواصلة وأوضاع مزرية، لدرجة أنه يصدق علينا قول القائل: يطوف السحاب ببلدتنا طواف الحجيج ببيت الحرام، يريد النزول فلا يستطيع لسفك الدماء وأكل الحرام. والسبب كل ما ذكر: أولا، معاصينا وذنوبنا وقلة حيائنا من الله. ثانيا، انعدام الرحمة في قلوبنا تجاه المستضعفين، فبدل أن نساعدهم نتفنن في الزيادة عليهم في السلع ونعمق جراحهم العميقة أصلا. ثالثا، ضعف إقبالنا على الله وتجرؤنا على الموبقات جهارا نهارا. كل هذا وغيره جلب علينا أن يؤذبنا الله بالنقم لأننا لم نشكر النعم. وآن الأوان معشر المؤمنين والمؤمنات، أولا، أن نتوب إلى الله توبة نصوحا، ونتجنب نقمه وغضبه جل وعلا. نعوذ بالله من غضب الله. ثانيا، أن نرحم أنفسنا وإخواننا وسائر خلق الله، فمن لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثالثا، أن نكثر من الاستغاثة والاستغفار والتبرؤ من الحول والقوة، وأن نظهر الضعف والتذلل وشدة الحاجة إلى ما عند الله. فيا رب الأرباب ويا معتق الرقاب، إن بالبلاد والعباد من البلاء واللأواء والضنك ما ليس له من دون الله كاشفة. فيا رب ارحم البلاد والعباد وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكما، فرج الأمر علينا سرعة، إنما الأمر علينا عظمة. فيا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، ويا معتق الرقاب، إننا لم نعصيك استخفافا بحقك، ولكن غرتنا النفوس الأمارة بالسوء والشيطان، وقادنا السفهاء منا إلى ما لا تحمد عقباه.
فيا رب لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانصر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الرحمة سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبع هديه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.